كان حصل مشكلة بين صاحب المحل اللي هو الكويتي بدون دوت وبين أشرف على جهاز تليفون، خد تليفون قديم وبقى واحد بداله جديد، ويعني الموضوع ممكن يبقى في موضوع في حوالي 90 دينار أو 80 دينار، وهتجيبهم ومش هتجيبهم، يعني الموضوع بقى ما يستحقش أي حاجة من اللي حصلت ديت. فأشرف نقل كفالته من عليه وسابه الراجل، ويعني خده في أوضة فوق كده بينام فيها العمال، وطبعا 6 افراد، اللي هندي واللي كويتي بدون وفي 2 مصريين تقريبا، وعمل معاه موضوع التعذيب دوت. اشرف دلوقتي في امن الدوله في الكويتي، في امن الدوله الكويتي ورهن التحقيقات، يعني زي ما بقولوا احنا لغايه دلوقتي ما كلمناهوش ولا نعرف عنه اي حاجه لغايه دلوقتي، يعني ساعه الموضوع حتى السفير المصري في الكويت جه قال انا ما اعرفش هو فين. الموضوع ده حصل من فتره، اتصار دلوقتي ليه؟ لان في المصري والهندي اللي صوروا الموضوع ده حصل بينهم وبين الراجل اللي ضرب اخويا المتهم الاول مشكله، فطردهم، فاليوم عنده فلوس وفلوسهم ضاعت وبقوا في الشارع، فحطوا بين قوسين الفيديو ده يقدر يعمل بيه مصلحه وفي نفس التوقيت ينتقم من الراجل. كلام سياده معالي الوزيره مختصر على ان الولد لازم ياخد حقه، فكان بين قوسين ماديات، مش عايزين فلوس، والله ما عايزين فلوس، عايز رد اعتبار للبيت والاسره وللاطفال اللي حزنت، ومش عايز اوصف لك حاله امي ايه، حاله ابويا ايه، اخواتي الغضب، الغضب عميهم والصراخ والتعب، واللي تعب واللي راح مستشفى والاطفال تبكي. الداخليه الكويتيه مشكوره، جابت الناس والموضوع مهتمين بيه للاسف الشديد اكتر من مصر. هو استاذ تامر اللي خلى الموضوع بدا ياخد الشكل اللي احنا فيه دوت، وكتر خيره، وانا ليا طلب عنده شخصي، انا عايز اسافر لاخويا ارفع من روحي المعنويه، بكون جنبه. عناية ليك. انا لو القنصل، انا لو القنصل الحقيقه مش هتاخر عنك في اعطائك التاشيره، بس انا اوعدك انه بعد البرنامج مباشره هحاول اجري اتصالات، ولو ينفع حضرتك تسافر تتابع التحقيقات من هناك وتبقى مع اخوك، يعني انا بقول لك وعد على لساني، اي حاجه اقدر اعملها مش هتاخر يعني. بس النقطه بس انه اخوك اللي قبليه على طول قال انه الكويت مهتمه بالموضوع اكتر من مصر، يعني خلينا نبقى منصفين، الكويت عمرها ما كانت هتهتم بالموضوع لولا ضغط الدوله المصريه. الفيديو انتشر، ولما الفيديو انتشر مين اللي اتعامل؟ وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة، هم اللي خدوا الفيديو وابتدوا يسألوا القنصليات بتاعتنا بره هو الفيديو ده فين، عشان كده كنا امبارح الظهرية كده كان في حالة لبس، هو الفيديو ده في السعودية ولا في الكويت ولا في البحرين، لأن ما كانش في أي علامة تدل على الدولة، كان مجرد بس لبس المواطن ده لبس خليجي، فقلنا في دولة خليجية وابتدينا ندور في السفارات لحد ما تأكدنا إن هو في الكويت. فبالتالي لولا جهد الحكومة المصرية والدولة المصرية وراء الحفاظ على حق أخوك الحقيقة ما كانتش الكويت اهتمت، عشان برضو ندي لكل واحد حقه. اما بالنسبه للقطه الثانيه اللي هي قال لك انه المصري والتاني الماليزي ولا الهندي لما اترفدوا واتخانقوا مع الراجل ذاعوا الفيديو، ده دليل الحقيقه على ان على الباغي تدور الدوائر، يعني شوف تعمل كده في اخوك النهارده لما بكره تتقرص من الراجل. الحمد لله، الحمد لله كل شيء. وهنحاول نسفر حد من العيله باذن الله الكويت عشان ده حقهم في انه يكونوا جنب اخوهم في التحقيقات واخذ حقه ان شاء الله.